بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بنشوف برنامج اسمه لاير. برنامج اللاير دوت بيبقى فيه كذا طبقات، يعني ممكن اقول له مثلا انا عايز شوبينج، فبيبدا لو في اي محل في المكان بيبدا يجيب لي المحل دوت. يعني ممكن اقول له انا عايز مثلا عايز مثلا الحاجات الخاصه بالتويتر، صور صوره في التويتر هنا بيبدا يجيبها لي، بيعمل سيرش تمام بيجيب لي كل الصور اللي على التويتر. ممكن اقول له مثلا الانستجرام يجيب لي كل الصور المرفوعه على الانستجرام. ممكن اقول له انا عايز مثلا سيرش لاير وادور على اي لاير معينه. البرنامج ده فيه حاجات خطيره جدا، ممكن مثلا مبنى سياحي عايز تشوفه كان زمان ازاي او بالنهار او بالليل، يبدا يجيب لك كل الصور اللي متصوره في المكان دوت، فتلاقي شويه صور كويسه. ممكن تقول له انا عايز مثلا خلينا نجرب تورست، لو في اي حاجه بيجيبها تمام. ممكن تقول له مثلا محطات البترول، الشوبينج تمام، ابن القيم، بوك ستور، التويتر، في حاجات كتير ممكن تبدأ تحملها وتبدأ تشغل.